أنا أبيك أنت اليوم المخرج تقول لي أصعب مشكلة واجهتك في هذا المسلسل مع فنان، مع مشهد، شيء حسيت أنه هو فعلا كان متعب في هذا المسلسل، أكثر شيء تعبك. المتعب أنا أعرف إيش هالعمل. قصدك. لا شوف، أنت أي عمل عشان يطلع بالصورة المطلوبة أنت محتاج شيئين، المادة والوقت. نعم. الوقت ما أسعفنا بهالعمل للأمانة، بالتحضيرات، بسرعة التسليم، ما خذينا وقتنا بالمونتاج، ما خذينا وقتنا بالتصوير. وسعود يدري في مشاهد وايد انلغت، هذه أثرت على القصة، أثرت على الشخصيات، أثرت على وايد أشياء كان ممكن تطلع أحلى، بس لأن الوقت كان عندنا وايد ضيق وكنا ملزومين أن نسلم العمل بتواريخ معينة، فالوقت كان عامل جدا سيء وكان وايد صعب علي أني أخلص المسلسل بسرعة. غير الوقت والمادة في شيء كان وايد صعب هذا المسلسل؟ هذه مساعدة صديق. ارتباط الفنانين. صح، يعني هذا شكل ضغط كبير عليه. أي. ارتباط الممثلين يحطك قدام دائرة تنازلات. نعم. علشان الممثل الفلاني مو موجود وعندي وقت تسليم، فاضطر اني اشوت المشهد والممثل مو موجود، اضطر اني أأجل المشهد، اضطر اني ساعات الغي المشهد لان الممثل مو موجود وعندي خطة لازم امشي عليها وتواريخ تسليم لازم